يعني دائما استشهد في ابيات المجنون العامري الذي قال وما انشد الاشعار الا تداويه. لكن ايضا عندي المنظور الاخر وهو ان الكتابه هي صناعه للجرح اصلا وليست للتعافي من الجرح بالضروره. فانا اعتقد بان اسباب الكتابه لا تتعدد فقط بحسب السالكين، هي متعدده داخل السالك نفسه. وفي كل مغامرة كتابية أجدني مدفوعة بأسباب مختلفة عما سبق. ربما مؤخرا في التجارب الأخيرة أصبح الشيء الذي يستهويني أو يجعلني أبدأ في الكتابة فعليا هو أني أرى مشهد في خيالي ولا أعرف هذا المشهد يعني كيف أتعامل معه وضمن أي سياق أفهمه، وغالبا هو مشهد متخيل. يعني شفت بحر، شفت امرأة، شفت حرب، مش عارفة كيف أصنع من هذه التوليفة حكاية، يعني فعلا مش عارفة. ظليت أشوف هذه الصور في رأسي وأنا أكتب حارس سطح العالم، وحارس سطح العالم اللي قرأوا هذه يعرفون أن ما لهم علاقة في بعض. وحارس سطح العالم ربما أتعبتني كونها رواية يعني مجردة جدا، وأنا إنسانة حسية جدا، أنا أحب عندما أكتب أن أخاطب كل حواس القارئ. كان لأن عالم متخيل في مدينة لا اسم لها، في مكان لا نعرفه، حتى ما فيها أسماء، الرقيب والطفلة والزوجة ورئيس القسم، شعرت بأني مرهقة من كل هذا التجريد. يعني أنا أحب المجسد، أحب الهجايز. أنا عارفة عملنا زياحة أزحنا الدلالة. أحب أمسك اللغة بإيدي وبعدها هذا المجسد هو الذي يأخذني إلى المجرد. لكن الحارس أتعبتني على مستوى شخصي في الكتابة لأن ليس هذا ما أفضل كتابته. فربما كان ردة فعل على الاستغراق في عالم بكل هذا التجريد أنني بدأت أرى صور لعالم روائي آخر لا ينتمي للعالم الذي بدأت أنا بكتابته. يعني لازلت أذكر في أحد الأيام كنت أكتب في حارس سطح العالم ورميتها وأخذت فلاش كاردز وحاولت أكتب مشاهد ما لها علاقة، يعني ما في لها حتى تراتب زمني أو منطق سياقي أو أي شكل أو حتى علاقة بينها وبين بعضها. لكن شعرت أن كأني أنا مسكونة بحاجة للذهاب إلى مكان ما، ربما مع مزيد من التأمل. وأنا أؤمن أن الكتابة هي مراحل، أول مرحلة هي الكتابة الذهنية اللي شيء ممكن نعمله وإحنا سايقين السيارة رايحين الشغل، يعني عادي، اللي هو هذا التفكير وتخيل وما بلو وصناعة سيناريوهات وكل ما في ولا كلمة كتبت. يعني هذه العملية غالبا تأخذني 6 أشهر. فخلال هذه 6 أشهر استوعبت السياق، خليني أقول، وعرفت بالضبط متى الفترة الزمنية وما الذي ينبغي أن يحدث ولماذا بدون حرف. اختيار هذا الأمر، يعني أنا أبدا آخر همي ترى أوثق للغد. صحيح. أنا احتجت يعني سياق زمني يسمح بحدوث هذا الأمر، فهو جاء إلى الرواية استجابة لضرورة فنية. عندما تكتب الحكاية أزعم بأن في داخل كل حكاية كل هذه الثيمات التي تطرح علينا الأسئلة، لماذا المرأة كذا، لماذا العالم كذا، ما هو العدل، ما هو الإنسان، ما هو الخير، ما هو الشر، هذه الرواية بطبيعتها تفعلها. لكن أنا لا أنطلق من الموضوع إلى الحكاية، أنطلق من الحكاية وأترك الموضوع عبء استنباط الموضوعات والثيمات هذه على القارئ. أنا أعتقد أن هذا دوره. فحاجتي كانت لهذا الزمن لأنني احتجت هذه الأحداث الثلاثة حتى أصل هذا السياق. ربما عملت حالة ربط بينها وبين كل الأشياء على اعتبار أن لاحظت أن في شيء مشترك بين أبطال كل الأشياء وبين أبطال السنغال العام، وهو وجود الهم السياسي، وهذا شيء موجود عندنا في الكويت. خاصة أنا يعني
مهتمة كثير بفئة اليسار في الكويت وكيف كانوا يفكرون وكيف يعني ما هي مآلاتهم اللي شفناها في كل الأشياء. فكان هذا جيل الأب اللي يعني نواف وعامر وطلال وهذا هذيل جيل عبد المحسن العظيمي في الكويت. فحطيته أنا بنجارهم بس على أساس أبين لماذا ظهر في كل الأشياء بهذا الانقلاب في أفكاره. يعني هذا كل الموضوع. إذا تحبين الكويت، إذا صرت تحبين الكويت في عيني مصر وطالع السندباد يعني إيه يعني حسيت بضغط. فكان حتى التفرج على مغامرات السندباد في وقتها كان يعني تقليل من الوطنية. كان خيانة. فكان الأمر مربك بالنسبة لنا. أقصد ما حدث لجيلي لذاكرة جيلي بسبب سنة 90 هو أنه تم تغييب صورة العراق، هذا البلد العظيم الذي لا يقل مثلا عراقة وحضارة وعظمة وثقافة، وحتى بيننا وبين صلة رحم يعني لسه لا يقل مثلا عن مصر. لكن تم تغييب هذا البلد تحت الطبقات من ملامح الدكتاتور، وأصبحنا لا نرى من العراق إلا اللون الجن ألوان هذا الكاكي تبع الجنود، ولا نعرف عن رائحة العراق إلا رائحة البارود، ولا نسمع إلا ذوي الرصاص. فكانت أعتقد بأنه كان يعني كان عرض السندباد حتى لو كان شيء غير مقصود، يعني كان كنا بحاجة لخلخلة هذه السردية المتماسكة المتطرفة في نقاوتها إلى درجة الفاشية عن الخير والشر، فقط من خلال أن ترى لا العراق يستطيع أن يقدم لنا أشياء أخرى. فعندما ربما لأن السندباد هو ببساطة فكرة عدم النقاء بالنسبة لي شخصيا وحسب تجربتي وحسب ذاكرتي، هو انعدام النقاء. وقبل فترة قرأت لإدوارد سعيد جملة يعني كانت بالنسبة لي بديعة، يقول إن أجمل ما في الأدب هو امتزاجه بالأشياء وليس نقاوته. يعني قدرة الأدب على أنه هو يصنع وشائج مع التاريخ، مع الميثولوجيا، مع السياسة، مع السينما، مع التصوير الفوتوغرافي، مع كل هذه كل تجليات المعرفة البشرية. حتى مثلا أنا مؤخرا لاحظت أن إيتالو كالفينو يستعير كثيرا من البيولوجي، من علم الأحياء. يعني كل شيء هو الأدب إسفنجة قادرة على امتصاص كل شيء. فأنا أحببت هذه الفكرة لأنني أعتقد بأن هذا العالم يعني أصبح فيه يعني أصبحت فيه الاصطفافات يعني على درجة من الغباء والرعونة، بحيث ممكن كلنا نروح في داهية. فأريد فعلا أنا إذا كنت أستطيع أن أكون صوتا لمن لا صوت له، أريد أن أقول يعني سيبوا العالم كده، كل حاجة يعني معقونة بكل حاجة. ربما يعني هذه الأشياء اللي كانت مرتبطة في ذهني. فيما يتعلق بانعدام النقاء، نعم أنا أعرف بأن هذه الرواية فيها سياسة وفيها تاريخ، وإن كان تاريخ حديث ولازال حاضر في الذاكرة. أعرف أن هذه الرواية فيها كثير سايكولوجي، يعني أعرف أن هي امتزجت مع كثير من العوالم التي يعني أنا أحبها شخصيا. أعرف بأن موقف الشخصيات كان يعني يشع ويلمع ويصبح أكثر جدارة بالاحترام ربما عندما تتخلى هذه الشخصيات عن نقائها الأخلاقي. بمعنى يعني أقصد في مشهد مثلا بسيط كان لما قالوا إحنا مضطرين نغير ألواح السيارات حتى نخرج ونعبي سيارة بنزين، لأن الجيش العراقي قال إن اللي ما يغير لوح السيارات مش هياخد بنزين، أو ممكن حتى تصل العقوبة إعدام. طبعا كانت كل العقوبات إعدام فترة، لأن كان الشعب كله أعلن حالة عصيان مدني، رفضوا أنهم يذهبون إلى العمل، ما في مدارس، إحنا مش معترفين.
بهذا الاحتلال وانتوا مش حكومة. لكن ايضا احنا محتاجين بنزين. فالكل وصل حق صيغة ان في اشخاص معينين لازم يلعبون هذه اللعبة. انت بحاجة ان انت تلعب لعبة الاحتلال وتخضع جزئيا لقوانين الاحتلال حتى تصبح اكثر منفعة لمجتمعك. فهنا يعني حتى اذكر الشخصية قالت لقد فقد العالم نقاءه الى الابد، ربما اصبحت الخيانة هي الوجه الاخر للمقاومة. وهذا فعلا هي الامور دائما تكون بهذا التعقيد. وانا اعتقد بان جانب كبير من كل مشاكلنا، من كل مشاكل البشرية في هذه المرحلة، هو أننا نتورط كثيراً بالتفكير الثنائي. نحن عندنا ماذا لو، وأبيض وأسود وحلال وحرام فعندنا يعني عندنا الباينري ثينكينج هذا كثير مسيطر علينا. فإحنا محتاجين نفكك. وأنا أعتقد أن أجمل الأدوات اللي نملكها لتفكيك هذه الثنائية هو الأدب والفن يعني. كيف امتزج هذا الشيء بالأدوات لا أعرف.